تعقد وزارة الدولة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج اليوم مؤتمرا صحفيا بالمقر الرئيس للبنك الاهلي، حيث ستعلن السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج عن اجراءات لتوفير شهادة امن للمصريين المقيمين خارج حدود الوطن. يشارك في هذا المؤتمر رؤساء البنوك الوطنية الاربعة، بنك مصر، البنك الاهلي، بنك القاهرة، البنك الزراعي المصري.